صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. دايما بنسعد بصحبتكم كل خميس وجمعة من 9 إلى 11:30 لمناقشة كل أحوال الأسرة والشارع المصري وتقديم وتحليل كل الخدمات وكل الأخبار. النهاردة الجمعة 17 أغسطس 2018، 9 صباحا بتوقيت القاهرة. عندنا الحقيقة فقرات متعددة ومهمة جدا جدا. أولها زي ما تعودنا كل يوم جمعة قراءة في أهم وأبرز أحداث الأسبوع. هيكون موجود معنا في هذه الفقرة للتحليل الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري، رئيس تحرير صوت الأمة. أما فقرتنا التالية هتكون تفاصيل مبادرة وزارة لإطلاق وزارة الخارجية. هيكون معانا وزارة السياحة ليها حملة اسمها مسار العائلة المقدسة. هي بتوحي مسار العائلة المقدسة. هنعرف طبعا معلومات كتيرة عن مسار العائلة المقدسة وأهمية هذا الحدث على المستوى السياحي وأيضا على المستوى الديني. هيكون ضيفنا الأستاذ نادر جرجس الخبير السياحي. أما في فقرتنا الثالثة هنتعرف مع بعض على أعراض ارتفاع الحرارة وأنواع الأمراض عند الأطفال. طبعا دي فقرة من فقرات لحضراتكم كنتم طلبتوها مننا بالنسبة للأطفال وتغيير الجو ودرجة الحرارة الشديدة، لأن في كذا حد طلب مننا الموضوع ده. هيكون منورنا في هذه الفقرة الدكتور محمد سنبل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة عين شمس عشان يجاوب لنا على كل أسئلتنا. أما في فقرتنا الأخيرة فهنروح لاحتفالية خاصة جدا بالعشر من ذي الحجة، وكمان احتفالنا بعيد الأضحى المبارك. كل سنة وكلنا بخير وصحة وسعادة. وطبعا للاحتفال هيكون معانا فريق عمران للإنشاد الديني. قبل ما نبدأ فقراتنا مشاهدينا خليني أفكركم بطرق التواصل معنا. صفحتنا على فيسبوك نهاية الأسبوع، نكتب نهاية الأسبوع بالعربي ويسعدني جدا جدا التواصل مع حضراتكم، أو على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة، وكمان SMS تقدروا تتواصلوا معنا بأي من هذه الطرق. وقبل ما نروح بقى لفقرتنا الصحفية خلينا نشوف مع بعض كده تقرير اسمه لمسة وفاء. دي احتفالية كانت في أكاديمية الفنون، حيث نظمت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس احتفالية بعنوان لمسة وفاء، وده بالتعاون مع جمعية أبناء فناني مصر وتخليد لذكرى بعض من رواد الفن اللي أثروا حياتنا بأعمالهم الفنية المتميزة على مر العصور. شهدت هذه الاحتفالية حضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع ومن الشخصيات العامة والفنانين. كمان تم تكريم مجموعة من الفنانين اللي رحلوا عن دنيانا، ولكن طبعا تبقى مسيرتهم الإبداعية والفنية. نشاهد. النهارده أكاديمية الفنون بتكرم حوالي 28 فنان من خلال أبنائهم، تقدم لهم شكر ومحبة مع معنوانة في لمسة وفاء. بس هي الحقيقة إحنا اللي متشكرين على كل اللي قدموه في حياتنا من فن وشخصيا تأثير، فإحنا بنقول لهم ميرسي. النهارده احتفالية بتقيمها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس لتكريم رموز الفن من خلال بروتوكول بين الأكاديمية وجمعية أبناء الفنانين. فطبعا لحظة يعني صادقة، لحظة دفء، لحظة وفاء لأجيال أمتعونا وأعطوا. فإحنا بنقول لهم شكرا، شكرا على كل نقطة عرق، شكرا أنتوا أسعدتونا وأسعدتوا الملايين، وهذا دور وواجب الأكاديمية. كل مرة بيبقى في تكريم لرشدي أنا بفتخر جدا جدا بالتكريم ده، وبحس إن رشدي لسه مازال موجود معانا، لأنه هو فعلا موجود معانا. يعني أنا إحساسي كل ما يبقى في تكريم أو محبة الناس ليه لغاية دلوقتي بقول ده تكريم ليه. يعني رشدي
مازال لحد دلوقتي الشباب بيحبوه، البنات بيحبوه، الصغيرين بيحبوه، الكبار بيحبوه، فبصراحه ما راحش من وسطنا. عايز اقول لك ان الدعوه جت الاسبوع اللي فات، فبالنسبه لي كانت مفاجاه جامده جدا، لان قلت لهم ايه ده مره واحده كده اهوت، قالوا لي لا ده احنا شغالين على الموضوع بقالنا كتير جدا، وقرروا ان احنا نعمل 3 حفلات تكريم، وان دي اول حفله ليها، وده اول تقليد يتعمل اساسا هنا في الاكاديميه. فانا كنت سعيده جدا وفخوره قوي ان بابا الحمد لله تم اختياره من ضمن اول مجموعه هتتكرم. يعني ده حسسني قد ايه ان فعلا يعني ان البلد واكاديميه الفنون نفسها اللي هو درس اساسا ان هو، لان هو كان خريج البكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه، ان هم حاسين قد ايه ان هو يعني فانا عمره في الفن. يعني من حوالي شهرين اقترحت الدكتوره احلام يونس انها عايزه تعمل حاجه للفنانين الرموز دول، فاتقابلنا يعني عملنا كذا اجتماع عشان يعني في ناس كتير ما كانتش اتكرمت حتى في حياتها، زي مثلا استاذنا العظيم رشدي اباظه، فحاولنا ان احنا نبقى منصفين شويه، فتفاهمنا مع الاكاديميه والدكتوره احلام ان احنا نرشح 28 اسم النهارده من الرموز الفنيه الكبيره، وكانت هي الحقيقه يعني سباقه في هذا، واحنا مديناها بالداتا، لان طبعا باعتبار ان احنا جمعيه ابناء فناني مصر فعندنا الداتا الحقيقيه لكل الفنانين دول. يعني ان دايما يبقى في حاجات زي كده تكريمات ليهم، وتبقى وافلامهم وقصصهم وحياتهم، يعني عشان الجيل الجديد يعرفهم برضو، ما يبقاش مش عارف مين فاتن حمامه ومين زبيده ثروت ومين سعاد حسني ومين رشدي اباظه. فحلو ان احنا نفضل نخلي الجيل الجديد برضو في تواصل. يعني طبعا مبسوطه جدا، يعني شعور بسعاده وفخر ان بعد ما توفي ب 19 سنه لسه الناس فاكراها وبتكرمها، فطبعا دي حاجه تسعدني وبتشرفني. دعوه جات لي عن طريق جمعيه ابناء الفنانين، احنا جمعيه كده مشتركين فيها، فيها الفنانين اللي هم رحلوا على عالمنا، توفيق الدين الله يرحمه، ابن الاستاذ ماضي، مدام مريت الحريري بنت الاستاذ عمر الحريري، هند سعيد صالح بنت سعيد صالح، وناس كتير قوي مش عايز انسى حد، هم ناس كتيره جدا عاملين جمعيه. الجمعيه دي بنحاول نأرخ ابائنا واخواتنا اللي رحلوا عن عالمنا. بس بمجرد ما دخلت هنا وشفت ابناء الفنانين، ودخلت حتى الكرسي اللي انا هقعد عليه مكتوب الفنان القدير سعيد صالح، كنت هقعد اعيط جنب الكرسي مبدئيا. فاهمه يعني احساس حلو قوي ان انت تبقي بنت حد كبير في أي كان المجال، الناس كلها بتحبه، الناس كلها فاكراه، الناس كلها فاكره افهاته. فانا الحمد لله مبسوطه طبعا، وهو احساس حلو صراحه، مش هنكر. اكاديميه بالتعاون معانا عاملين الاحتفاليه لمسه الوفاء عن الفنانين الذين رحلوا باجسادهم عنا ولكن اعمالهم باقيه، وان شاء الله قاعدين بنحيي التراث من خلال تحت مظله الدوله ومن خلال اكاديميه الفنون اللي هي ام الفنون.